كتاب كفاحي لأدولف هتلر، كتاب غني عن التعريف يمثل خطة هتلر المجنونة التي نفذها حرفيا. هذا الكتاب كتبه وهو في السجن، وقد اعترف ساسة أوروبا بأنهم كانوا حمقى لأنهم لم يقرؤوه أو لم يقرؤوه بجدية. إنه خليط مجنون من الطموح والاستراتيجية والعنصرية والتاريخ والتنبؤ. هذا الكتاب كلف العالم ملايين القتلى. ترادفت شخصية السلطة في زعامة هتلر بنوع حقيقي من التأليه بالعودة إلى إحياء أشكال قديمة جدا لسلطة الملوك والآلهة. لو سألت أحد العملاء قبل اختراع ماكنتوش بعام واحد، أي في عام 1983، عن المنتجات التي قد يحتاجونها من شركة مثل أبل، لقالوا أنهم يريدون نسخة أكبر وأسرع وأرخص من جهاز أبل 2 المنتشر وقتها. لم يكن أحد ليقول أنه يحتاج حاسوبا ذا واجهة رسومية ومعه فأرة صغيرة. جل ما يمكنك استطلاع رأي المستهلك بشأنه هو كيف يحسن منتجا موجودا بالفعل، وليس كيف يبتكر فكرة منتج جديد بالكلية. ما يفعله الناس عادة هو أنهم يصفون ما يحتاجون وفقا لأي المنتجات قد يكون أكبر وأرخص وربما محسنا بنسبة قليلة.